الخولي. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا دكتور، ممكن حضرتك تقول لنا رايك السنه دي في مؤتمر؟ مؤتمر جميل طبعا، لان المؤتمر النهارده بيجمع ما بين احدث الابحاث على مستوى العالم، وبيتيح لنا فرصه ان احنا نتبادل الخبرات مع الدكاتره الاجانب، وان احنا نشوف مراكز القلب في مصر بتتعامل ازاي. دكتور، كنت عايزه اعرف من حضرتك لو شخص وقع في الشارع او حاسس ان قلبه وقف، يتصرف ازاي في الحاله دي؟ دي مهمه قوي، لان النهارده احنا مهتمين قوي بعلوم انقاذ الحياه او الريسسيتيشن. علوم انقاذ الحياه بتهتم بحاجه مهمه قوي، لان احنا لقينا مصر من اولى البلاد في العالم في الموت الفجائي. هل يا ترى الموت الفجائي سببه؟ وهل يا ترى السابق كارديك ديس او كان بي بريفنتيف نقدر نمنعه؟ نقدر نمنعه عن طريق ان احنا بنزيد الاويرنس، بنزيد الوعي عند الجماهير انه يتصرف بسرعه. يعني النهارده انا عايز من النهارده اي مواطن او واحد واقع في الشارع بيعمل له اربع طوارئ. بيتاكد من درجه الوعي، بيتاكد ان هو بيتنفس ولا لا، ويبتدي على طول يعمل ضغطات على الصدر او اللي احنا بنقول عليها سي بي ار. ثم النهارده احنا عايزين نعمل برنامج، ونعمل برنامج قومي لاستعمال جهاز الصدمات الكهربائيه الاوتوماتيك اللي هو اوتوماتيد اكسترنال ديفايبريتور. لان هو بالابحاث اللي هي موجوده في العالم سواء من امريكا او من اليابان، استعمال جهاز الصدمات الكهربائيه الاوتوماتيك ساعد في انقاذ الحياه في نسبه توصل ل 40%. هي دي المسج اللي بنقولها للناس، لما تلاقي واحد واقع اتصرف بسرعه جدا، ما تنتظرش، ما يجيلكش بانيك، ما تخافش، اتصرف ولن يضير العيان. حتى لو انت اتلخبطت في التشخيص، لو هو عيان نورمال لن يضيره لو عملت ضغطات على الصدر او لو عملت كومبريشن واستعملت جهاز الصدمات الكهربائيه. ميرسي جدا يا دكتور، سعدنا جدا بوجود حضرتك معانا النهارده في كارديولوجي.